أهلا بكم متابعي قناة المجلة الكرام. في حلقة اليوم سوف نتعرف على الصنف الذي يرى المسيح الدجال، لكن قبل أن نبدأ في عرض حلقتنا اضغط على زر الإعجاب للفيديو وادعم قناة المجلة كي نستمر معكم في تقديم الجديد إن شاء الله تعالى. إن في خروج الدجال فتنة عظيمة، نسأل الله العافية منها. ولقد بينا في حلقات سابقة أشياء كثيرة عن فتنة الدجال، تجدون روابطها في التعليق الأول إن شاء الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله عليهم يحذرون أتباعهم من فتنته، ففي صحيح ابن حبان ومصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد حذر قومه الدجال، وإني أحذركم الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدجال ويأمر أصحابه بذلك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن المؤمنين يفتنهم الدجال، ولا سبيل إلى العصمة من ذلك إلا بالله تعالى، ثم بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف سلم من الدجال. رواه مسلم. وأما عن ظهور الدجال، فالمسيح الدجال يراه الأحياء في زمنه دون الأموات، أما الأموات فلا يبعثون إلا يوم القيامة، لقوله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. رواه مسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس. نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة. لمشاهدين الجدد، اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة.